بنغازي شأنه وشأن المدن الأخرى كانت اليوم تترقب جلسة مجلس النواب والإحاطة التي يقدمها رئيس المفوضية أو رئيس مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات. الصورة اليوم طبعا كانت واضحة جدا بالنسبة لفي مدينة بنغازي، كانت العوائق التي ذكرها رئيس المفوضية هي سبب من الأسباب التي عطلت الانتخابات يوم 24 ديسمبر الماضي. ولكن السؤال أو التعجب كان أيضا خلال العوائق التي ذكرتها المفوضية أنه لا توجد حلول قريبة على الأقل في الشهر في هذا الشهر أو في الموعد القادم وهو 24 يناير. هناك استياء كامل طبعا في مدينة بنغازي شأن المدن الأخرى. النشطاء في مدينة بنغازي اليوم انتقلوا إلى مدينة طبرق للمشاركة في المظاهرات التي أو الوقفات الاحتجاجية التي هي الآن أمام البرلمان في طبرق. أيضا هناك مبادرات قدموها هؤلاء النشطاء اليوم لمجلس النواب حتى يكون هناك خروج من هذا الأزمة أو هذا الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد، خصوصا بعد الإحاطة التي أحاطها اليوم السيد رئيس المفوضية أمام مجلس النواب.